السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى والله تكونوا دائما بخير وعلى خير وتكون أموركم كلها مزيانة. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة، ومرحبا بجميع الناس اللي انضموا لينا. وجولتنا اليوم غتكون كيتايا، بقيتهم دايرين تخفيضات مهمة بزاف بزاف في هذه الوقيتة بمناسبة نهاية السنة، واللي كتوصل حتى ناقص 70% في كل من غرف النوم ولي سالا مونجي ولي طابل باس ولي مابل تيفي، وحتى في الصالونات ولي مابل درونجمون متعددي الاستعمال، واللي متوفرين في كيتايا بموديلات كثيرين ودائما كيدخلوا فيهم الجديد كيفما كتشاهدوا معايا. جابوا فيهم شكيلات جداد ولا بليبار ديالهم دايرين فيهم بروموسيون، ويمكن لكم تحطوهم فيما بغيتوا في غرف النوم وغرف الجلوس ومدخل البيت وحتى لي كولوار، وكيعطيو ديكور زوين وراقي، بالاضافه انهم كيساعدوا في تنظيم مختلف الاغراض. كاينين لي سامبل وكاين لي فيهم مزيج ديال زوج لي كولوار، وكلهم الجوده ديالهم ممتازه. كاين فيهم اللي مصنوع من الخشب وكاين اللي من الام دي اف والميتال، عندهم فريمون لو شوا حسب الذوق ديال كل واحد. وكيبقاو الخزانات والرفوف من الاشياء الضروريين في اي بيت كيف ما كان الشكل اولا الحجم ديالهم، فكيساعدوا بزاف في التنظيم، وميمكنش لينا بتاتا اننا نستغناو عليهم سورتو تنظيم الملابس وكل الاغراض الشخصيه. المهم درت معكم جوله وحاولت باش نشارك معكم كل الحويجات اللي يلاه دخلوا واهم التخفيضات اللي كاينين عندهم باش تاخذوا فكره عليهم وعلى الاثمنه ديالهم. صافي، وهنا ما بقى لي غير خليكم تشاهدوا التتمه ديال هذا الفيديو وتعرفوا على اهم التخفيضات والميزات اللي لقيت عندهم. نتمنى ان هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم وتستمتعوا بمشاهدتها. ما تبخلوش عليا من لايك ديالكم وتعاليقكم والبارتاج مع الاقارب والاصدقاء باش حتى هما يتعرفوا على شانيل ابتسام وتكبر العائله ديالنا، وكذلك الاشتراك في القناه بالنسبه لكل المشاهدين الجدد. نخليكم على امل لقاء بكم عما قريب باذن الله تعالى ومشيئته. السلام عليكم.